اجتمع مجلس النواب وقرر يلغي الانتداب ويعلن سيادة لبنان واستقلاله كاملين بثماني تشرين التالي عبيروت بسات اليوم رجع المفوض السامي صاري له مزاد اللوم قرر يعطي الحكومة والنواب والمديرين بثماني تشرين التالي رئيس الحكومي واخدوا جميل شمعون وعبد الحامد كرامي سالم دقلو معهن عادل عصيران يا اهل بشمون نحن جينا عضيعتكم يا الف اهلا وبشامون رح منألف حكومة اسمع حكومة بشامون نحن اللي بنحميها دير في العيون وقفوا رجال الشرعية بقلعة رشيا وقالوا حبس للحرية بقلعة رشيا لكن نحنا ما انحبسنا صرنا الدولة نحنا والدولة بدها تقاوم بدها تقاوم بدها تقاوم بدها تقاوم كل واحد بده يقاوم تنرد العدوان ونحرر إرادتنا وكل شبر من لبنان مشوار الحرية أغلى المشاوير طويلة طويلة يا دروب التحرير مشوار الحرية أغلى المشاوير وصاروا يجتمعوا النواب بمطارح سرية والناس تشرع الأبواب لرجال الشرعية وعملوا مراسم جداد وغيروا وعملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد عالم جديد يرفو يضوي وبالكرم يطير الطويلة الطويلة يا دروب التحرير مشوار الحرية أغلى المشاوير العالم وقف معنا أحرار وتسمعنا ونحن مظاهرات ومعارك ساحات والمستعمر ما قدر يقمع الحريات وفجأة بتشرين التاني بيوم 22 تراجع جيش الاستعمار والدنيا شعلت ورجع الرئيس ورفاته من رشيا منتصرين لـ 22 تشرين سنة 43